يقول السائل أن عملية الشك بدأت تستولي على قلبي وكثر الشك لدي، حتى قال لي الشيطان إنني كفرت ويجب أن تدخل إلى الإسلام، فقلت إنني كافر، قال عن نفسه، واغتسلت بعدها وذكرت الشهادة، وبعدها زادت عملية الشك، فبدأ يلبس علي العبادة ويثقلها حتى زرع الشك في قلبي بأنه لا يوجد يوم قيامة، ولكني لم أتلفظ بشيء مما يدور في نفسي، ودخلت معه في حوارات كنت أنا الضعيف فيها، فبدأ الشك في يوم القيامة يكبر، ولكني لم أتلفظ بأي شيء، وبعد معاناة كبيرة وشديدة لطف بي المولى، وأدركت أن السر في أن أخالفه ولا أدخل معه في نقاشات إلى آخره. موضوع الوساوس هذا ماذا تقولون فيه؟ نعم، بالنسبة للوساوس هي من عمل الشيطان ومن خطواته، وهو دائما إذا رأى الإنسان منهمكا في الطاعة والعبادة يحاول أن يشوش عليه. نعم، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن له شبكة يصطاد بها من العابدين، يحاول أولا أن يشكك الإنسان في ربه وعقيدته، فإذا أيس من ذلك حاول أن يترك بعض فرائضه أو أن يقع في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في ترك السنن والمندوبات، أو شغله بالسنن والمندوبات عن بعض الفرائض، أو شغله بالمفضول عن الفاضل. إذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه في المكروهات، ثم في خلاف الأولى. إذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه. إذا عجز عن ذلك حاول أن يحتقر عمله ويظن أنه لا فالشيطان لا ييأس من ابن آدم أبدا، ويزداد ذلك في نوبات الطاعات والعبادات. فلذلك الأخ أبو صالح ذكر أن ذلك يشتد في رمضان، يشتد عليه في رمضان، وبالأخص في العشر الأواخر، لأن هذه الأوقات التي تزيد فيها طاعته هو وعبادته. فلذلك عليه أن يلعن الشيطان ويستعيذ بالله منه، وإذا جاءه أي شيء من هذا القبيل يكثر الاستغفار ولا يفكر فيه أصلا لا يفكر في ذات الله، فعقله لا يمكن أن يصل إلى ذلك. وإذا جذبه الشيطان إلى ذلك يرد عليه فيقول روحي أنا لا أفكر فيها وهي أقرب إلي وهي مخلوقة، فكيف أفكر في ذات الله؟ روحك تؤمن بوجودها وهي غير معقولة، ولا يمكن أن تراها ولا أن تفكر في ذاتها، فكيف تفكر في ذات الله ولا يمكن أن تدركه الأبصار أصلا ولا أن تصل إليه الأوهام؟ إشكال البعض شيخ أنه يلح عليهم الوسواس بشدة، بحيث أن مسألة عندما ينغمس في الاستغفار يذهب عنه، يعني وعظه بأن ننصرف عن الوسواس يقول غير ممكن لا أستطيع. بلى، إذا أقبل عن الاستغفار ينصرف عنه الاستغفار. وأيضا يحاول أن يقلل من الخلوات في أوقات الوساوس، إذا شدت عليه الوساوس أو هذا الذي يذكره أن الشيطان يحاوره ينصرف عن خلوته ويقابل الناس. نعم، يأتي مع الناس، والاستغفار دائما هو علاج ذلك. ما أقبل الإنسان على الاستغفار إلا خنس الشيطان.